السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة مزاد زغليل زاجل للبيع في دمياط. مزاد زغليل زاجل، الموضوع اللي عملناه قبل كده مرتين الحمد لله عجب ناس كتير، الحمد لله كله جميع اللي عرضناه اتباع يعني. طيب احنا نقول بسرعة طريقة المزاد، اللي ما شافش الطريقة قبل كده، احنا بنعرض مجموعة الزغاليل اللي عندنا وهنسميهم، هنقول مثلا جوز رقم 1، جوز رقم 2، جوز رقم 3، جوز رقم 4، على اساس اللي يحتاج اي جوز من الاربع تجواز معانا. هما معانا اربع تجواز حاليا، لكن في لسه قريب ان شاء الله، بس انا عملت باستعجال علشان الناس اللي بتستعجلني، الناس اللي عايزة زغليل مستعجلة يا جماعة. هو انا ملحقتش اكتر من الاربع تجواز دول، في ما شاء الله عندي لسه اهو، اللي هينتظر او اللي هيفوته المزاد ده في لسه عندي ما شاء الله مجموعة كبيرة ان شاء الله. وهو كمان اللي مش هيلحق من المزاد ده هيلاقي المزاد التاني، وفي منهم اللي طالب اللون الاسود يا جماعة، منهم كتير اهو اللون الاسود، معظمهم اهو اللي طالع اسود اهو ما شاء الله اللي هو محتاجه. طيب انا هقول طريقة المزاد احنا بنبيع ازاي، احنا بنبيع ازاي بطريقة المزاد. يعني انا هحدد سعر بداية المزاد 50 جنيه، وانت حضرتك عليك ان انت تزود لو انت احتاجت جوز، هتقول لي انا محتاج الجوز ده مثلا رقم 1 او رقم 2، تقول لي مثلا 55، تقرا التعليق اللي موجود تشوف السعر وصل لكام وتزود عنه 5 جنيه، مش طالبين منك ان انت تزود اكتر من كده عن التعليق السابق مش عن اللي انا قلته. ومش هنبيع يا جماعة عشان محدش يحرجني ويكتب لي على الخاص، مش هنبيع، انا بسيب الرابط بتاع الفيسبوك الخاص بالقناة تحت الفيديو في صندوق الوصف، بس علشان ايه اللي هيرسى عليه المزاد يكلمني عليه، لكن ما بنبيعش على الخاص، احنا بنبيع كل الناس تبقى شايفة السعر وبعنا ازاي. تمام، يبقى الزيادة بالخمسة جنيه من خلال تعليقات اليوتيوب تحت الفيديو، اللي هي بتبقى تحت الفيديو مش التعليقات اللي على الخاص. يعني انا لو نشرت الفيديو بعد ما نشرته على اليوتيوب بنشره تاني على الفيسبوك، ما لناش دعوة بالفيسبوك وما بنبيعش على الفيسبوك. تمام، يبقى ما بنبيعش على الخاص، بنبيع على العام. يبقى نبتدي بسم الله، نقول فلنفترض هنجيبهم كده بالالوان عشان اللي عاوز لون يقول لي انا عايز الجوز ده، هنقول الجوز ده هو لسه احنا هنسيبهم 5 ايام يا جماعة. انا افترض النهاردة الاثنين، نبقى نقول التسليم يوم الجمعة ان شاء الله. تمام، نقول الجوز ده رقم 1، كل واحد ياخد باله كويس علشان يقول لي الجوز ده رقم 1، اللي محتاج رقم 1 هيقول لي يزود ويكتب الجوز رقم 1، واللي محتاج المجموعة على بعضها طبعا هيبقى له الأفضلية. طيب الجوز ده رقم 2، الجوز ده نقول ان هو رقم 2. تمام، نجيب حاجة تاني، جوز رقم 3 اهو برضو اسود، اللي طالب مني اللون الاسود، في جوزين اسود اهم، يبقى رقم 2 ورقم 3 اسود. تمام، لسه في جوز هو بيطير شوية فانا سايبه للاخر، فيهم فرد اسود برضو اللي محتاج اهو، يبقى كده معانا جوزين اسود اللي هو رقم 2 ورقم 3 واللي هو رقم 1، يبقى العرض 1 و2 و3. تمام، هتستلم اللي انت زي ما احنا عرضناهم في اول الفيديو. ده بالنسبة للجوز رقم 4، ده الجوز رقم 4 هم اكبر شوية، دول بيطيروا في المكان يا جماعة، انا ما بطيرش ما بيخرجوش عندي من الاوضة اللي انا بربي فيها،
يعني هم لكن هم يعتبروا معتمدين على نفسهم، لكن ما بيطيروش من الاوضه. انا ما بطيرش حمام بره الاوضه، هوريكم اهو. انا مقفل بسلك شباك سلك اهو، الشمس باينه منه اهو، شبابيك سلك، ما بفتحش، ما فيش اي فتحات، وباب اهو فيش اي فتحات. تمام. يبقى الجوز ده رقم 4، ومعانا تاني ان شاء الله نعمله ونجهزهم للفيديو قادم للبيع. احنا يا جماعة ما بنبيعش غير بطريقة المزاد دي، عشان انت اللي تحدد السعر. دي المجموعة اللي جاية ان شاء الله اللي بنجهزها، هي لسه صغيرة علشان الناس اللي ما تلحقش المزاد ده محدش يزعل. احنا بنجهز لكم مجموعة تانية ان شاء الله اكتر كمان في العدد، لكن هي لسه صغيرة شوية فيهم يعني، بس احنا هنطلعهم مع بعض في يعني سابق شوية، بس احنا هنطلعهم مع بعض، هنشوف كده نستعرضهم مع بعض. اه بسم الله ما شاء الله، زغليل الوكلة احنا مراعينها، ما فيش عندنا ان شاء الله، ما فيش عندنا باذن الله، كله باذن الله بامر الله، ان ما فيش الجدري. الناس اللي بتسأل ان هي في الجدري، الحمد لله ما عندناش. اهو زغلول وشه جناحاته مفيش ان شاء الله، مفيش جدري تماما، لان احنا بنتبع نظام وقاية خاص. اهو الحمد لله بسم الله ما شاء الله. شوف الزغلول، احنا بنراعي الزغاليل زي ما قلنا في فيديوهاتنا السابقة، اهم حاجة الوقاية يا جماعة مش العلاج. يعني انت تعمل وقاية للزغاليل في البداية احسن ما بعد ما تمرض تديها علاج. كده نشوف احجام مختلفة طبعا، لكن هم ان شاء الله يلحقوا بعض. اول ما يجهزوا هنعمل لهم فيديو تاني. اهو بسم الله ما شاء الله. يعني محدش يزعل مننا ان احنا بنبيع على العام، دايما هي الناس بتزعل اللي يبيع على الخاص، وانا بيجي لي برضو طلبات كتير جدا على الخاص، انا برفض الطريقة دي. انا عايز نبيع من خلال الفيديو، من خلال تعليقات الفيديو على يوتيوب. تمام. في لسه احجام اصغر زي كده يا جماعة، شوفهم ما شاء الله. انا بحضن 3 زغاليل مع بعض اهو، لما بلاقي زغلول لوحده انا بحضنهم مع بعض، وبسم الله ما شاء الله اكلين اهو ما شاء الله. زغلول واكل، مدين له الفلاجيل اللي احنا بنعطيه يا جماعة، اللي بنقول دايما الفلاجيل وقاية من عمر، من اليوم الثامن من عمر الزغلول، الثامن والتاسع والعاشر، مع اضافة الفلاجيل للاهالي، فلاجيل ومضاد السموم للاهالي 3 ايام في الشهر او يوم واحد من كل اسبوع. ده مهم جدا، وقاية من الكنكر والجص والجدري المائي، وانتفاخ الحوصلة بالماء او بالهواء. مش هيجي لهم الحكاية دي لو انت بتعطي الفلاجيل زي ما انا بعطي كده. نرجع نأكد تاني على بداية سعر المزاد، الجوز 50 جنيه. بداية سعر المزاد الجوز 50 جنيه، طبعا مش المجموعة اللي قدامكم دي، احنا شلنا التانيين لان هم بيطيروا فيهم، بيطير يعني دول اللي هم الاصغر. يبقى السعر 50 جنيه للمجموعة اللي شفناها في بداية الفيديو اللي هم 4 جواز. حضرتك هتزود عن السعر 5 جنيه لو انت اول تعليق، ولو لقيت في تقرا التعليقات في البداية قبل ما تزود، لو في تعليق كتب مثلا 55 حضرتك هتكسب 60. والبداية الاولوية للي قال في البداية السعر الزيادة، لكن اللي قال متأخر احنا هناخد اللي قال الاول. ويا جماعة التسليم في دمياط، محدش ينسى التسليم في دمياط، ما بنسلمش خارج دمياط. ويا جماعة احنا ما بنبقاش حمام كبير، وليه ما بنبقاش حمام كبير؟ الناس بتسألني دايما ما بتبقاش حمام كبير ليه؟ انا ما بنبقاش حمام كبير علشان محدش يزعل مني، وبعدين تشتري زغاليل افضل لك. عشان ايه تشتري حمام كبير مني او من حد تاني؟ ممكن تزعل، يجي لك نتاية مش بتبيض،
اللي بيقول عليها ان تال عطال، او يجي لك ذكر بيفرغ البيض يطلع بيضه فارغ. لا دي احسن حاجة ان انت تبدأ بزغليل. انا والله بحب اعمل كده، لما بحب اربي بسيب عندي من الزغليل. تمام. حتى لو انت عايز تطيرها هتطير وترجع لك تاني، ما تجيبش حمام كبير ان هو يطير عندك ويطير منك ويرجع لصاحبه تاني وترجع تزعل. يبقى افضل لك ان انت تربي الزغليل. لو هتربيها حتى تاكل من وراهم احسن حاجة ليك. المجموعة الزاجل اللي احنا بنعرضها دي، او عموما الزاجل ده بيطلع زغلول كويس، حجمه معقول في الاكل، حجمه ممتاز جدا. لو انت هتربيه تاكل من وراهم، تاكل من وراهم كويس جدا. وبعدين منتجين ان شاء الله ما شاء الله، يعني مش عايز اقول لك زي الحمام اللحم اللي هما بيقولوا عليه ديمون دول. المهم الرعاية اللي انت هتراعيها له. ليه دايما يا جماعة ان انا بقول في فيديوهاتي ان البيع من خلال تعليقات اليوتيوب؟ علشان كل الناس تشوف السعر وتعرف ان انا ما بفضلش حد عن حد. بس المهم تعرف ان الاستلام في دمياط، كل واحد هيبقى شايف السعر وصل لكام يبقى عارف ان هو بمزاد ريسي عليه، بشرط ان هو هيسكون يستلم في دمياط. طيب هسيب لحضراتكم رابط بتاع اللينك بتاع صفحة الفيسبوك الخاص بالقناة، هسيبه هو موجود اصلا في على القناة في لمحة، وهسيبه لك برضو في صندوق الوصف تحت الفيديو. ان شاء الله على بال يوم الجمعة ما يجي يكون المزاد رسي على اللي محتاجهم، هنكون رعناهم احسن رعاية ان شاء الله، ونتواصل مع بعض. بس للي هيرسل عليه المزاد اللي هبعت له الرابط في التعليق بتاعه بتاع الفيسبوك يكلمني، وهو كده كده الرابط زي ما قلنا موجود في القناة، واسيبه برضو في صندوق الوصف اللي هو اللينك بتاع الفيسبوك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.